رئيسة الوقت صوري ايه؟ مجنونة انا مجنونة حتى اسمي مني حتى طب واختي اللي انت بهدلتها وعلبه السجاير اللي انت جابتها لا معلش خلاص انا قلت لي انت هتجيبوا عليا بعد انت انا هو يا حبيبتي انا ضروري انا عايز يعني ما ينفعش انا اصلا متعبيه ما اعرفش اي حد كتير على بالي تعالوا بقى ايه يا ماما انا ما اعرفش اكلم حد كتير بقى يلا اطلع ايوه انا حضرتك عملت فيا ايه ايوه الحقوني سفادي من الزمالك والعلنين ومطالب منصور نادي بالامن والبنات وعايزين يضربونا واحنا عضوات في النادي ايوه عشان حضرتك عملت كده انا طلع ما انت حاجه النهارده رئيس الجمهوريه والله لو كلمتيني النهارده رئيس الجمهوريه نسال الصحه احنا عضوات في النادي الزمالك واحنا في النادي بتاع الزمالك ينفع تعملوا ده مطالب منصور مين وحرام مين اللي بيملنا الامن والنسوان بتوع الامن عشان يضربونا الحقونا مايسة محمود حمدي حرام ايه حرام ايه حرام ايه انا محترم غصب عنك سامعهم دول مين يا مارا خلاص خلاص هتكلميه عندي خلاص البصوت هو اللي خلاص ايوه بسرعه لو سمحت بسرعه يا نهار اسود ده انا خاص هو النادي احنا في اقوات النادي ولا خاوة نقدر يخش هو النادي طب تدخل فعلا بعد الوقت اللي انا فعلا غلطانه ان انا بمدخلك مش الحقونا عشان عايزين يضربونا اقسم بالله العظيم كل واحد يدفع مكان انا غلطان ان انا بنزل رئيس نادي الاشكال اشتغل في الزون انت مره وسخه وبنت كلب يا صايع يا بنت الكلب المره دي ما تطلعش النهارده من النادي ما تطلعش دي من النادي مش هتطلعي ولو انت مين بيعرف مين ابويا مين مش هتطلعوا النهارده اللي فاضي يا فاضي يا راجل لسه من شويه بتقولي انا ما كنتش اتكلم مع حد كبير يعني انت تستفزيه انت تستفزيه ده هو ابني يا استاذه ما ينفعش كده عيب العيب يا بنت والله مش معاك على فكره مرتباتك دي من فلوس الاعضاء مش من فلوسه مرتباتك دي الموضوع ده سيبك منه واحد مجنون بعد كده عيب يا استاذه انا بص والله وعلمة السجاير اللي انت رميتها دي هتشوف لا وديني ماليش دعوه انتوا بتخافوا منه لكن معلش احنا ما بنخافش احنا بندفع فلوس قد كده عشان المفروض نشترك في ناس محترم بتاع الامه كانت انا ما كنتش عارفه انك انت اللي كان مهزق والله انت ابني في التيكه شوف يا اسم من زي بعد اذنك انت لسه من شويه كنت بتقولي ولا زي ما بغلطش في حاجه كتير بس انا عايز انت فين ويقول لي ما اديتهاش وقفته ايه الغلط اللي انت بتتكلمي عنه يقول لي ما اديتهاش وقفته ايه بقى ايه طلع الفرقعه يقول بنت كده يا محفوظه ايه ممنوع التزنوع ايه ممنوع اللي زنقوا دي هو ممنوع التدخين في اي مكان في النادي يا استاذه ده معمول للصيد بس ايه بس بقول لك ايه مش البوليس جاي يبقى هو اللي يتصرف وجايب لي ستات ستات اللي هتضربني انا جايب حد حرام لا ده جاي على بقول لك ايه مش البوليس جاي يبقى هو اللي يتصرف انا عارفه ان كلكم والله هتتاذوا بسببه لا 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 ما بتتاذيش عمره ما قال لا وانا عضو هو انا لو مش عضو هتكلم كده لا 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 ما انتش في انت احنا ما فيش حد على التواصل عشان يعمل تعالى جاي ليه ده ايه؟ احنا ما بقول لك احنا ما بنخافش من حد مش
مستشار على نفسه ويجي يرمي علبة السجاير والولاعة ليه؟ ده كنت ما يقدرش يعملها. شايف كام ده؟ ماشي يا معلم. بس كام؟